باستقبال رسمي وشعبي واسعين، وصل عبر جسر الملك حسين سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي اللاتيني في الأردن، والمعين حديثا من قبل رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابالا، يرافقه المطران بولس ماركوتسو مطران اللاتيني في الناصرة وعدد من فرسان القبر المقدس. وكان في استقبال سيادته لدى وصوله المطران مارون اللحام وجمع من الآباء الكهنة من الكنيسة اللاتينية والشمامسة والرهبان وشخصيات رسمية وجموع من المؤمنين. وبعد اختتام مراسم الاستقبال الرسمي لسيادته، انطلق الموكب إلى كنيسة العذراء الناصرية بعمان لإقامة قداس إلهي، احتفالاً بتعيين المطران ويليام الشوملي وشكر للمطران مارون اللحام بحضور رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسافالا والبطريرك فؤاد طوال والمنسنيور روبرتو كونا والمطران سليم الصايغ وممثلي الكنائس الرسولية المختلفة في الأردن والشمامسة والرهبان والراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية وفرق كشفية وجوقات ترانيم وجموع من المؤمنين من داخل الأردن وفلسطين. ورحب الأب جهاد شويحات رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية في الأردن بالمطران الشوملي باسم جميع كهنة الكنيسة اللاتينية، شاكرا المطران اللحام على سنوات قضاها في الأردن خادما في حقل الرب. أيها الروح القدس، أعطنا مواهبك السبع، هب لنا ثواب الفضيلة، آتنا الخلاص والفرح الدائم، آمين. وألقى المطران ويليام الشوملي كلمة أمام جموع المؤمنين قال فيها: في هذه اللحظات تنتابني مشاعر متضاربة تتراوح بين الرهبة والثقة وبين الخوف والإقدام، مقدما شكره للمطران مارون اللحام على خدمته الكهنوتية في الأردن. في الواقع تطلعاتي بسيطة، أن أخطط وأن أعمل مع إخوتي الكهنة، نخطط معا، ننفذ معا، نصلي معا، لأن الله مع الجماعة، وحيث اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون بينهما. إحنا بدنا نزرع المحبة في قلوب الناس، المصالحة، الأخوة، العطف المتبادل، كلمة الإنجيل تنتشر فيصبح الناس أكثر سعادة، لأن السعادة هي في اتباع إرادة الله ومشيئته. هذا كل ما أتطلع إليه في بداية أخذ عملي في عمان. اتكلوا على الله، صلوا لله، أحب بعضكم بعضا، الحياة جميلة مع الرب. وقدم المطران مارون اللحام في ختام القداس كلمة أكد فيها أنه سيستمر في خدمة الكنيسة ومؤمنيها أينما كان، طالبا من الجميع أن يرافقوه بالصلاة، وداعيا للمطران الشوملي التوفيق في مسؤوليته الجديدة. أيها الإخوة، احملوه في قلبكم وفي صلاتكم. المطران ويليام لا يهاب من العمل، وكما كنت أقول للمؤمنين عند تنصيب كاهن رعية جديد، أقول لكم أتعبوا يديه ورجليه، لكن لا تتعبوا رأسه بمشاكل لا لزوم لها. وبعد انتهاء قداس الشكر، انتقل موكب الأساقفة إلى ساحة الكنيسة لتقبل التهاني من جموع المؤمنين متبادلين معهم الصور التذكارية.